وانبت بوجدانه. السجاد والعباد كلها ظل وراءه، ما يطلع رجاءه يدعي هواي للنبهاية. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم سادتي مشاهدي ومتابعي قناة المرجعية الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من بين الحرمين الشريفين وبرنامج زين السماوات، هذا البرنامج المبارك الذي نطل من خلاله على الولادات الميمونة في هذا الشهر المبارك، ساداتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. مجددا نرحب بضيف هذا البرنامج، ضيف البرنامج الدائم حجة الإسلام والمسلمين خادم أهل البيت الشيخ اللامي. مرحبا بكم شيخنا. حياك الله مولانا، وأيامكم مباركة. أيامكم إن شاء الله توفيق الدائم لخدمة أهل البيت جميع المؤمنين. شيخنا، انتهى بين الكلام في الحلقة السابقة، ولا شك ولا ريب أنه المشاهدين والسامعين ينتظرون الأكثر والأكثر من إشراقات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن هذا النور وانتهى بنا الكلام إلى محطات رائعة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآن أريد بشكل إجمالي فضيلة الشيخ نختصر الكلام عن الحلقة السابقة وتسلط الضوء على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نورا ما قبل الحمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات هذه الذكرى المباركة العطرة، هذه الليلة ليلة ميلاد سيدنا مولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زواره وممن ينال شفاعته إن شاء الله، ويحشر معه إن شاء الله، ويوفق لخدمته. نسأل الله ذلك للجميع إن شاء الله. في الحلقة السابقة الليلة الماضية تحدثنا عن نور الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل هذا العالم. هناك عوالم قلنا متعددة مر فيها نور الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بضمن طبعا أنوار المعصومين صلوات الله عليهم، لكن الحديث عن الحسين عليه السلام. فلذلك كان الحديث عن نور الحسين لما خلق الله سبحانه وتعالى الأنوار، بدء الخلق، بدء خلق الحسين صلوات الله عليه. وعلى الإجمال أذكر فقط وننتقل إلى حلقة هذه الليلة، أنه قلنا أن نور الحسين عليه السلام الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق نور الحسين، وقلنا أيضا أن نور الحسين ونور رسول الله صلى الله عليه وآله واحد، ولذا النبي صلى الله عليه وآله عبر بذلك الحديث حسين مني وأنا من حسين، والحديث الآخر أنا من حسين وحسين مني، وبينا ذلك. ثم قلنا أين محل هذا النور، وبينا ذلك أيضا، وأنه هذا النور كان محدقا بالعرش كباقي أئمة أهل البيت عليهم السلام. ثم بينا بعض الخصائص لسيد الشهداء، لنور سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا أن نوره يختلف عن جميع الأنوار، له خصوصية يظهر على النور الذي هو من سنخه، وبعض الإضافات في وقتها بيناها. هذا مجمل ما قلناه في الحلقة الماضية. في هذا اليوم، في هذه الليلة إن شاء الله نتحدث عن ما سبق ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللي سبق ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما تشير إليه الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذه الآية إجماع المفسرين يقولون إنها في الحسين صلوات الله وسلامه عليه. روايات مستفيضة في هذا الجانب تقول إن هذه الآية
مصداقها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك نحتاج إلى رؤية في لفظة كرهن. نعم، وكيف يتصور أنه الأم التي هي تتمنى أن تكون تحمل جنينا، يعني هاي بالنسبة للأم العادية، فكيف إذا كانت السيدة الزهراء هي التي تحمل هذا النور المبارك الحسين صلوات الله ونور الحسين وهي عالمة به، فكيف يكون هذا المعنى؟ كيف نوفق بين ذلك؟ إن شاء الله نبين هذا وفق الروايات الواردة. رواية، لأن هذا الكلام يعني هذا المعنى لا يمكن أنه أن نفسره بتفسير عقلي أبدا، وإنما الخط الوحيد لتفسيره أو المصدر الوحيد لتفسيره هو كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لما حملت فاطمة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة، بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك. فقال جبرائيل، فقال: يا جبرائيل وعلى رب السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي. فعرج جبرائيل إلى السماء، رجع إلى السماء، ثم هبط ثانية وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته، يعني في ذرية هذا المولود، جاعل في ذريته الإمامة والوصية والولاية. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد رضيت. طبعا هذه المحاورة بين رسول الله وبين جبرائيل لها دلالات كثيرة، من دلالاتها ليس أنه من مقام رسول الله أن ماذا أن يرد أمر الله، ولكن يريد أن يبين مصيبة هذا المولود. وكم سائل عن أمره وهو عالم. أحسنت. ثم أرسل، تتمة الرواية، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله الله إلى عليه فاطمة عليه السلام: إن الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي. يعني شنو جوابك لهذا السؤال؟ فأرسلت إليه إلى رسول الله: لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك من بعدك. فأرسل إليها في الجواب: إن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصاية. فأرسلت إليه: إني قد رضيت. فحملته كرها، هنا محل الشاهد، فحملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ولو قال أصلح لي ذريتي لكان ذريته كلهم أئمة، ولكن قال أصلح لي في ذريتي. فمن هذا الجواب يتضح أنه ما المكروه بهذا الحمل. تتمة الرواية، هناك هذه الرواية وردت في كتب التفسير وكتب الحديث بألفاظ متعددة، هناك إضافة لها تتمة في رواية أخرى، أنا نقلت الإضافة. قال: لما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام كرهت حمله، وحين وضعت كرهت وضعه. الآن تربط هذا المعنى مع الآية القرآنية: حملته كرها ووضعته كرها. للوهلة الأولى القارئ للآية القرآنية أو اللي يستمع هذا الكلام يتصور، يجي في ذهنه المعنى الأول هو أنه الزهراء كرهت الحسين والعياذ بالله، وهذا باطل في محله جدا واضح من البديهيات. لماذا؟ لأن الحسين عزيز الزهراء، الحسين صلوات الله عليه عزيز الله، عزيز الأنبياء، فكيف الزهراء وهي العالمة به ومعالمة بنوره وعالمة بفضله وعالمة بمقاماته فكيف تكرهه؟ إذن لابد أنه أن نقول بهذا القول الذي يقوله الإمام عليه السلام، هذا القول، قول الإمام الصادق عليه السلام سلام الله عليه. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هل في الدنيا، هذا كلام الإمام مو كلامي أنا، هل في الدنيا أم تلد غلاما فتكرهه؟ سؤال بتعجب، هل في الدنيا
أم تلد غلاما فتكرهه، ولكنها كرهته لأنها تعلم أنه سيقتل، يعني كرهت حمله لما تعلم بأنه مصيره القتل سوف يقتل. ولكن لما علمت بأن الإمامة والولاية والوصاية في ذريته رضيت بذلك. جيد شيخنا، أقاطعك بأدب وأحتاج منك إضافة. الآن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سادة الأفاضل، لا شك أنكم متوجهون إلى هذه الحقيقة التي تفضل بها سماحة الشيخ. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جليا واضحا في القرآن الكريم، هذه المعارف التي خفيت على الكثير من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الآن تعرف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في أجواء محددة. الآن فضيلة الشيخ من خلال هذا البرنامج، برنامج زين السماوات، نطلع على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في صميم القرآن. الآن هذه الآية المباركة التي تفضل بها سماحة الشيخ حملته كرها رواية واضحة في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق للمزيد من هذه المعارف. عفوا شيخنا. لذلك إذا أردنا أن نقرأ مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه قراءة واقعية، قراءة حقيقية، مولد الحسين له عدة دلالات ومعاني. مولد الحسين يعني مولد الحق بعد إماتته. مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه غير وجه الدنيا، بل غير وجه الوجود بأمته، له تأثير على كل الوجود صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا تنظر في مجمل الروايات تجد هناك احتفال في الكون كله بمولد الحسين، ليس فقط المؤمنين هذه الليلة يحتفلون، شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه الليلة في مثل هذه الليلة ليس فقط المؤمن والمؤمنات وباقي المخلوقات تفرح، لا، وإنما كل الوجود يفرح بمولد الحسين لأنهم يعلمون ما الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو في السماوات أكبر منهم في الأرض. نعم نعم، حقيقة. ولهذا لابد أن ننظر إلى الحسين عليه السلام بهذا المنظار، ليس فقط أنه ولادة عادية طبيعية، ولذلك رافقت ولادته كرامات وتبجيل واعتزاز وتهنئة من الله ومن الملائكة. ولذلك الرواية في هذا المعنى أنه لما أمر الله تبارك وتعالى، نسبق الكلام بعد لأنه محله بعد، لما أمر الله تبارك وتعالى جبرائيل عليه السلام بأن ينزل في 1000 من الملائكة للتهنئة لرسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المولود المبارك، تقول الرواية نزل جبرائيل وكان مروره على جزيرة من الجزر، رآه فيها ملك قد سجن فيها. هذا الملك اسمه فطرس، طبعا المعنى هذا ورد في دعاء اليوم الثالث، في دعاء اليوم الثالث هذا المعنى واضح جدا، انه فطرس سأل جبرائيل عليه السلام، قال يا جبرائيل ما الذي حدث؟ ما لي أرى الملائكة أفواج تصعد وأفواج تنزل؟ هل قامت القيامة؟ ما الذي حدث؟ قال لقد بعثني الله تعالى بالتهنئة مني ومنه تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله. نعم شيخ، لمحمد صلى الله عليه وآله وأنا ماض إليه. قال هل لك أن تحملني إلى رسول الله فيشفع لي؟ يعرفون الملائكة، يعرفون أنه مقام رسول الله، مقام أهل البيت صلوات الله عليه. الله غضب على هذا الملك، رواية تقول أمره بأمر فأبطأ، أمره بأمر بشيء فأبطأ فكسر جناحه، عوقب على ذلك، وعوقب على ذلك في هذه الجزيرة في البحر. وفي بعض الروايات تقول كان معلقا من أشفار عينيه، سبحان الله، وكانت تخرج منه رائحة ودخان، رائحة كريهة، لا عقاب إلى.
ولكن استأذن وطلب من جبريل أن يحمله إلى رسول الله حتى يتشفع، يطلب الشفاعة من رسول الله. يقول فحمله جبريل، ودخل جبريل مسلما على رسول الله والملائكة وهنوه بهذا المولود المبارك، ثم قال له قصة فطرس وما هو سبب مجيء فطرس. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا جبرائيل قل له، قل لهذا الملك فليتمسح بمهد الحسين. الله الله، عبارة وايد دقيقة، أنا أركز على هاي القضايا. لم يقل له فليتمسح بجسد الحسين بالحسين، وإنما بمهد الحسين صلوات الله عليه. اعتبار المماسي الشريف شريف. أحسنت. فلذلك يقول تمسح، بمجرد أن تمسح بمهده رجع جناحه وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله إن أمتك ستقتله من بعدك وله علي عهد، كأنه عهد رسول الله، وله علي أن ألزم قبره. مضمون الرواية نانا، وله عهد علي أنه لا يسلم عليه مسلم إلا أبلغته صلى الله عليه يا باب الله، ولا يصلي عليه مصل، اللهم صل على الحسين صلى الله عليك أبا عبد الله. يستحب ثلاث مرات لكل مؤمن دائما أينما كان، وخصوصا اللي بجنبه حتى لو من بعيد، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله. هذه زيارة كاملة في روايات هذه. قال فلا ولا يصلي عليه مصل إلا أبلغته. وعاد هذا الملك إلى مقامه الأول بفضل التشفع بالحسين صلوات الله وسلامه. الآن هذه المحطة شيخنا الفاضل، ممكن لسائل أن يسأل من المشاهدين من المتابعين لقناة المرجعية الفضائية، السائل يسأل إذا كانت هذه الأحاديث وخصوصا هذه الرواية في فضل اللوذ بقبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أوليس من الكمال ومن صحة الاعتقاد أن ننتمي للحسين صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الظروف؟ أليس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ملجأ العباد في هذه المشاكل في هذه الأزمات، سيما الأزمات التي تمر بها الإنسانية جمعاء؟ حسن، داخل في محلها حقيقة. هذه رواية فيها دلالات كثيرة، لابد أن نقرأ رواية قراءة واقعية ونستشف منها أمور كثيرة حقيقة، لأنه فائدة الرواية هي الدراية. لما تقرأ الرواية لابد أن تتفقه في الرواية، فقه الرواية المهم. هذه الرواية من دلالاتها أن الذي أذنب مهما كان ذنبه ولو كان قد غضب الله عليه، وهذا يفسح مجال وباب كبير للمذنبين، كلنا مذنبون، ولكن بعض الناس يحصل عنده اليأس، بعض الشباب غيرهم عنده ذنوب كذا لا سامح الله، يحصل عنده يأس. إذا كان عندك ذنب مهما كان هذا الذنب إلا أن يكون شرك بالله، إلا أن يشرك بالله والعياذ بالله، ما دون الشرك الله سبحانه وتعالى يغفره. وأحسن وسيلة وأحسن سبب لغفران الذنوب هو الحسين صلوات الله وسلامه رحمة الله الواسعة. هذه الدلالة الأولى، إن المذنب إن العاصي يأتي إلى الحسين صلوات الله، يتوجه إلى الحسين، فالحسين باب الله، باب الله الذي منه يؤتى، وكلهم أبواب الله، ولكن باب الحسين سفينة الحسين كما ورد عنهم صلوات الله عليهم، سفينة الحسين أوسع وأسرع وأقرب الطرق إلى الله. ولذلك عند العلماء أهل المعرفة يقولون كلما الإنسان يضعف إيمانه يأتي إلى الحسين يرجع قوي الإيمان، شحنة من الإيمان يأخذ. ولذلك يشوف الحسين عليه السلام الله جعل له على لسان المعصومين صلوات الله عليهم أهمية لزيارته وحث على زيارته، لأنه هناك آثار للزائر كلما أكثر من الزيارة. إن شاء الله عندنا حلقة إن شاء الله إذا نوفق لها حديث عن الزائر والزيارة وآثارها وبركاتها، ولكن كإشارة هنا نقول أن الارتباط بالحسين عليه السلام بنحو من الأنحاء هذا له مدخلية في غفران الذنوب، في قبول الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، في رفع مقامات هذا الإنسان عند الله تبارك وتعالى. إذن الدلالة الأولى شيخنا الفاضل
اللوذ بالحسين سلام الله. نعم. الدلالة الثانية زيارة الحسين. نعم. محتاجين للدلالات الأخرى. الدلالة الأخرى أنه التوسل بالحسين عليه السلام أو اللوذ بضريح الحسين عليه السلام يبعد الإنسان عن كل المخاطر، أي خطر أي خوف عند الإنسان يأتي للحسين عليه السلام ببركة الحسين الله سبحانه يبعده عنه. هنا أحب وهذا واضح جدا سماحة الشيخ لا تسمح لي الكلمة، هاي الكلمة صارت في رحاب شهر محرم الحرام، والكلمة هي سماحة السيد المرجع السيد صادق الشيرازي حفظه الله، سأله أحد أبناء المحافظة وهو الشيخ عبد علي الحميري عن أهمية إحياء مراسيم عاشوراء، وخادمكم في صدد ما تفضل به سماحة الشيخ، عن أهمية إحياء شعائر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في عاشوراء، فقال حفظه الله بالكلمة الواحدة أن ترك شعائر سيد الشهداء في شهر محرم من الحرام أخطر من كورونا حقيقة، لأن كورونا إذا كانت تؤدي إلى الموت على مستوى الدنيا، ترك العقائد الشعائر الحسينية يؤدي إلى موت الإنسان وخسران الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. واضح وواضح بعد جدا أنه خسران الآخرة خسران مبين كما ذكر القرآن الكريم. خصائص حمل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولم إن لم نكمل هذا الكلام أتمنى نكمل عفوا. نعم، بس هاي الإضافة وننتقل لهذا السؤال. لا شك، وهو أنه الإنسان لما يصاب ببلية والعياذ بالله أو مرض أو بلية أو مصيبة لا سامح الله أو أي شيء أو شيء آخر، طبعا اللي عند البعض، لا أقول كل الناس حتى لا أظلم البعض المؤمنين العارفين بالحسين، تجد يضع الحسين آخر محطة، يلجأ إلى الوسائط والأمور المادية يتوسل بها لحل هذه العقد وهذه المشاكل وهذه الأمراض، ولما يعجز الأطباء أو يعجز الوسائط الأخرى المادية يلجأ لباب الله، والحال هذا ليس بصحيح. لا بد أنه الإنسان مع العمل بالأسباب أن يقرن معه ماذا؟ التوسل بأبواب الله، التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم، وخصوصا بسيد الشهداء عليه السلام، لأن التوسل بالحسين عليه السلام ينجح القضايا التي تصيب الإنسان في الدنيا ينجحها، وفي بعض الأحيان هذا أرقى من الكلام الأول يكون تتعطل الأسباب، تقف الأسباب المادية كلها تتعطل، هو الأكيد، ويلجأ الإنسان للحسين عليه السلام، فالحسين فوق الأسباب. الله سبحانه وتعالى، هذا ينفرد إشارة إلى موضوع إن شاء الله لعله نوفق إليه، المعصومون صلوات الله عليهم أجمعهم يعني 14 معصوم والحسين عليه السلام منهم، لهم ولاية تكوينية وولاية تشريعية، فلما يتصور البعض يقول أنا أعمل بالأسباب وهذا ما يحتاج أروح إنه إلى باب الحسين عليه السلام والأسباب كافية، يقول لا، لأن المعصوم عليه السلام عليك أن تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، هذا الاعتقاد اللي سوف أقوله الآن، سأقوله الآن، هذا الاعتقاد الصحيح وهو أنه المعصوم عليه السلام فوق الأسباب سواء كانت أسباب تشريعية أو تكوينية. فلذلك الإنسان الذي تكون عنده معرفة بالحسين عليه السلام بهذا المعنى يختلف عن الإنسان الذي يزور الحسين وهو لا عنده هذه المعرفة، ليس عنده هذه المعرفة. الضابط ضابط عارفا بحقكم. نعم، عارفا بحقه، هذا فرد معنى هواي مهم وكبير جدا، إن شاء الله أيضا نمر عليه، هاي مواضيع كثيرة بإذن الله. بس وقت ما يسمح إن شاء الله. فسؤالكم أي فضل الشيخ عن خصائص حمل الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيما نحن في ليلة الولادة. نعم، من خصائص حمل الحسين عليه السلام اللي قلنا أنه هذا المعنى اللي آية اللي ذكرته أنه كرها، يعني السيدة الزهراء عليه السلام كانت كارهة لحمله وأنه يقتل من بعد ذلك، هذا يعتبر من الخصائص أيضا. المعنى الثاني أن مدة الحمل، مدة حمل الحسين عليه السلام أيضا استثنائية وخصوصية له صلوات الله عليه، كانت مدة حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر مدة حمل الحسين، وهي أقل مدة الحمل. الآية القرآنية تقول وحمله وفصاله 30 شهرا. هناك آية أخرى في القرآن الكريم تقول ورضاعه حولين كاملين، مضمون الآية يعني مدة الرضاع حولين سنتين يعني 24 شهر، فلما نطرح 24 شهرا من 30 شهرا يبقى 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل. صح. وفي الروايات الشريفة أنه لم يولد
لستة أشهر مولود غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا جمعا بين الروايات، ولكن على التحقيق أنه الحسين ويحيى، لأن عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كانت مدة حملي 9 ساعات، قدرة إلهية طبعا، إعجاز، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني نفس القدرة يعني خلق آدم نفس طريقة خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يثبت هذا بهذا المثل القرآني، جملة من الآيات يعبر عنها آيات الأمثال، هاي من آيات الأمثال القرآنية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام كانت مدة حمله 9 ساعات، لكن الذي كانت مدة حمله 6 أشهر هو الحسين ويحيى صلوات الله وسلامه عليه ويحيى. هذه الخصيصة الأخرى. الخصيصة الأخرى للحسين صلوات الله وسلامه عليه إن السيدة الزهراء عليه السلام تذكر في رواية أنه لما حملت بالحسين لم تحس بثقل الحمل. عادة النساء لما تحمل يكون أنه تحس بثقل الحمل ومضاعفات الحامل، هذا لم يكن عند السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نعم، فلم تكن تحس بذلك، وأيضا كانت تقول صلوات الله وسلامه عليها تقول أني لم أحتج إلى طعام ولا شراب. كانت فاطمة عليه السلام في مدة حمل الحسين عليه السلام لا تحتاج إلى المطعم والمشرب، تقول عليه السلام عصمني الله عنهما. عصمني الله عنهما، يعني عن الطعام والشراب. ما شاء الله، كأني شربت مناً لبناً. هيك يعني تحس بالشبع والارتواء ولا حاجة لها إلى الشرب أو الطعام أبداً. حتى تم 3، يعني 3 أشهر، وأنا أجد الخير والزيادة في منزلي، بركات الحسين عليه السلام صلوات الله وسلامه. فلما صرت في 4، يعني في الشهر 4، آنس الله به، يعني بالحسين، آنس الله به وحشتي ولزمت المسجد. هاي كل كلمة تحتاج شرح وربط بالمجتمع. لا شك النساء الحوامل اليوم هاي فرد إشارة للحسين نعطيها للمؤمنات حقيقة، لابد أن تتبع هذا النظام، بل هو حجة شيخنا. نعم، أنتم أعرف بعد. نعم، هو حجة على المؤمنين والمؤمنات. نعم، نعم حجة، وهي هذا إلزام فيه للمؤمنات، باعتبار هذا إذا أرادت المرأة أن يولد لها مولود مبارك طيب له شأنا في المستقبل، لابد أن تقدم هذه المقدمات الصحيحة قبل الحمل، في أثناء الحمل، بعد الحمل. كل هذه لها مدخلية، طعام المرأة اللي تأكله وشرابها وسماعها للأشياء المحرمة والعياذ بالله إذا كان كذلك، كل يأثر، وبالعكس أيضا. فقلت لك ما أكو مجال أنه نشرح هذه الفقرات، لكن فقط إشارات، وإن شاء الله المؤمنين والمؤمنات عندهم هذه البصيرة. اللهم آمين. فقالت عليه السلام فلما صرت في 4 آنس الله به وحشتي ولزمت المسجد لا أبرح منه إلا لحاجة تظهر لي، فكنت في الزيادة والخفة في ظاهري وباطني حتى أكملت 5 أشهر. فلما أن دخلت 6 كنت لا أحتاج في الليلة الظلماء إلى مصباح. هاي أيضا أشرنا لها في الحلقة السابقة، والآن هنا محلها. ما شاء الله، مدة حمل الحسين وهي حامل به تقول في الليلة الظلماء لا أحتاج إلى مصباح، وهم من سنخ نور واحد. نعم نعم. وجعلت أسمع، هاي الخصيصة الأخرى، وجعلت أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلاي. شكرا شكرا شكرا. وجعلت أسمع إذا دخلت في مصلاي، إذا خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح والتقديس في بطني. الحسين أين يعبد الله؟ في الدنيا؟ لا، الحسين يعبد الله تبارك وتعالى وهو نور، يسبحون الله وهم أنوار. سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، هم علموا الملائكة التسبيح،
هم قبل هذا العالم يعبدون الله، وفي هذا العالم وبعد هذا العالم، ولكن في عالم الأرحام الحسين عليه السلام يعبد الله، يسبح الله، وكانت تسمعه السيدة الزهراء وتأنس به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نعم. هذه هي الخصائص الرائعة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في كافة المراحل التي نشأ بها، فما أعظمها من نشأة في يوم ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في هذا اليوم العظيم الذي هو مملوء بالسعادة في السماء، في الأرض، في كل المواقع والمواقف. في كتاب مفاتيح الجنان ورد هذا الدعاء الخاص بهذا اليوم: بكته السماء ومن فيها، والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها. هذا الجمع فضيلة الشيخ بين البكاء وفرح الولادة كيف يكون له تفسير منطقي؟ أحسنت. هذا أيضا من خصوصيات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من خصوصيات الحسين عليه السلام أنه يبكى عليه في يوم ولادته. رحم الله الشيخ الكعبي يقول: أنا ما كنت أقرأ تعزية، ما كنت أقرأ تعزية في الولادات إلا في مولد الحسين عليه السلام. الله وسلامه. لماذا شيخنا؟ يقول: تأسيا برسول الله، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه بكى الحسين عليه السلام في يوم ولادته. هذا المعنى اللي ذكر في الدعاء، إنه بكى عليه كل شيء، أهل السماء بكى، أهل الأرض بكى، كل المخلوقات بكت الحسين. تعبير الشيخ صاحب الخصائص جعفر التستري رضوان الله عليه، رضوان الله عليه، يقول: كل المخلوقات، كل المخلوقات بطبعها تبكي على الحسين، بفطرتها تبكي على الحسين. يقول: حتى قاتليه لو خلوا وفطرتهم، ولكن دنسوا هذه الفطرة فلم يبكوا على الحسين. هذا كلام الشيخ، يقول: كل شيء بكى الحسين، حتى أعداؤه لو لم يدنسوا فطرتهم التي فطرهم الله عليها كان لازم يبكون الحسين عليه السلام. فالحسين عليه السلام لما يرد هذا المعنى أنه قتيل العبرة، حقيقة قتيل العبرة. الرواية تقول أنه لما ولد الحسين عليه السلام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقف على باب علي وفاطمة، طرق الباب فدخل فسلم على أهل البيت، ووقف على الحجرة التي ولد فيها الحسين عليه السلام. قال في روايات متعددة، رواية تقول لصفية بنت عبد المطلب قال، ورواية تقول قال لأسماء، وقد يكون المعنى متكرر الجمع بين روايتين. فقال: يا صفية، يا عمة صفية، عمة الحسين صفية بنت عبد المطلب، قال: يا عمة، هل أمي ابني إلي؟ قالت: يا رسول الله، إنا لم ننظفه بعد. فقال لها رسول الله: عم أنت تنظفينه وقد نظفه الله وطهره، إشارة إلى آية التطهير. وهذا معنى واي عميق أيضا، إنه الحسين عليه السلام طاهر مطهر، كما ورد في الزيارة أيضا، طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض وطهر أنت حرمك. نعم، حرم مطهر ما يحتاج تطهير، شك ولا ريب. نعم شيخنا الفاضل، هذا المعنى العميق في هذه، في هذا الدعاء، سيما هذه الفقرة: بكته السماء ومن فيها، والأرض وما عليها، ولما يطأ لابتيها. سنتركه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. سادتي الأفاضل، أقول السلام عليك يا أبا عبد الله، عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذا الفاصل ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى. سادة الأفاضل، نحن في ختام هذه الحلقة، وإلى ملتقى قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوافل التحايا والمحبة للشيخ اللامي على هذا الحضور، لك مني ألف تحية وألف سلام. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته. يا قلبي طير من ضلوعي، أسرع من
صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شح وبنظم والدنيا خده ابن الزهرة مهده انا حسين بينه وبين الله شقد مود عقل انتهي والله راضي يزور ولده امشي وبيا لهفه لاهل البيت فطر سجد جنحي يريد يشفى تدري الخيمة والماي سيد كربلاء الجاي عذهن هالمسا وياي مولد كربلاء زين بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء زين بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء